السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه انجينيرينج. الموقع ده عبارة عن منصة للفريلانسر أو للعمل الحر. يعني إيه عمل حر؟ يعني الشركة مثلا عايزة حد يعمل لها وظيفة معينة، مثلا تصميم موقع، فبدل ما يجيب حد ويديله مرتب كامل الشهر كله، لأ هو ممكن يجيب حد يجي يشتغل معاه يوم أو يومين يصمم له فيها الموقع وياخد مقابل الساعتين. فبيبقى أفضل للفريلانسر إن هو يتعامل مع شركات كتيرة، وإن هو يبقى حر في التعامل مع أكتر من حد، وإن هو مش ملتزم بمواعيد شغل معينة وهكذا. وحلو صاحب الشركة إن هو مدفعش مرتب كامل. فالمنصة دي بتعمل كده، إن هي بتقابل أصحاب الشغل بالناس اللي ضرر منهم الشغل دوت حسب الوقت، ممكن تاخد ساعة ساعتين، ممكن تاخد شهر، ممكن تاخد أكتر من شهر وهكذا. فالموقع دوت ميزته عن الاب وورك والفريلانسر ان هو متخصص في الاعمال الهندسيه. يعني مش هتلاقي مثلا مطلوب حد يكتب حاجه او يترجم حاجه او كده، لا. والموقع ده موجود بالعربي وبالانجليزي، فبتختار بقى هل انت صاحب مشروع فتبدا تطرح المشروع للناس والناس تبدا تختار، او ان انت موظف وتقعد تدور على المشاريع. فانت ممكن تضيف مشروع او ممكن تعمل تسجيل، تعمل حساب جديد كموظف فريلانسر اهوت، هتختار ده او تختار دوت، تمام. بحيث مثلا فريلانسر هيبدا يقول لك الاسم والباسورد والميزه في الموقع دي ان هو بيبدا يضمن لك فلوسك. بمعنى ايه؟ بمعنى انت لسه خلصت شغلانه، بياخد الفلوس من صاحب الشغل ويخليها عنده لحد ما انت لحد ما هو يقول خلاص استلمت شغلانه، فيبدا يديك الفلوس. لو قال لا بس انت الشغلانه، بيبقى حكم بينكم ويبدا يشوف انت تستحق الفلوس ولا لا. فده من الحاجات اللي تضمن لك الفلوس تحتك. يعني انت حاول تتعامل معاه مباشره بعيد عن الموقع، ممكن ما تعرفش تحصل الفلوس تحتك، تمام. فده دليل الاستخدام والاسئله المقرره. انت تعمل حساب وتعمل سيرش لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا خلينا طيب بكل بساطة انت عملت الحساب بتاعك، تمام. لما قعدت كل ساعة تبدأ تشوف مثلا انت مثلا عايز راتب قد ايه، مثلا $10 في الساعة. المهارات تبدأ بقى تختار المهارات اللي انت بتشتغلها، تقدر تكتب العنوان بس خليك حذر، دي الحاجات اللي هيبعت لك عليها الحاجات يعني، تمام. الموقع بتاعك في أي دولة، الرمز البريدي، رقم الاتصال، السيرة الذاتية. طبعا دي عشان بيقدر يميز، يعني صاحب الشغل عايز يشوف أنهي واحد الخبرة مناسبة للشغلانة اللي هو عايزها، فيبدأ يشوف المهارات الدراسية، يبدأ يشوف الشهادات، يشوف الخبرات، يبدأ يشوف المعلومات الأساسية عنك، يبدأ يشوف المعلومات اللي يخليه يختارك عن الآخرين. طيب بيقول لي في حاجات باللون الأحمر لازم تختارها، مثلا تمام، هتقول له حفظ، تمام، خلاص هو كده وافق عليك وبعت لك ايميل للتأكيد للحساب بتاعك. تمام، ولو انت صاحب شغل او بدور على حد يعمل شغل لنا، تدخل كإضافة مشروع. طيب انا رحت اهو اكتفت الايميل اللي جالي، بقول له تسجيل دخول دوت. طيب تبدا بقى تشوف الخدمات اللي موجوده، تبدا تشوف المشاريع اللي موجوده، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي مناسبه ليك، تمام. المشاريع اهيت ده، في مشاريع بتبقى مغلقه خلاص وفي مشاريع بتبقى متاحه. انت تقدر تعمل البحث، تعمل فلتر ايه الحاجات اللي متاحه. تمام، هو طبعا بيفلتر لك الحاجات على اساس الحاجه اللي انت قلت ان انت بتفهم فيها، تمام. الميزانيه قد ايه مثلا اللي انت بتدور عليها، المهارات تبدا تختار، تمام. في ناس كتيرة بتبقى معتمدة على المشاريع أو الشغل الفريلانسر دوت وسايبة الشغل الأساسي،
بس انا انصحك لا، في الاول خليك شغال في الاثنين. مثلا هتختار دوت اهوت، فبتبدا تشوف المواصفات وتبدا تقدم انت عرض السعر اللي انت عايزه.